طلاب الصف السابع رح نبدأ اليوم بدرس مملكتا الفطريات والطلائعيات من وحدة تصنيف الكائنات الحية. هدفنا من درسنا أن يحدد الطالب بعض خصائص الفطريات، وأن يحدد بعض مجموعات الفطريات الشائعة، وأن يحدد بعض خصائص الطلائعيات، وأن يحلل بيانات تبرز علاقة الإنسان بكل من الطلائعيات والفطريات. نبدأ بمملكة الفطريات. الفطريات هي كائنات حية حقيقة النواة غير ذاتية التغذية، معظمها عديدة الخلايا ومنها ما هو وحيد الخلية. تحتوي الفطريات على جدار خلوي. تتكاثر الفطريات بالبيئات المهيئة بالحرارة والرطوبة. لاحظ وين ما في حرارة ورطوبة بيكون في عندك فطريات. تختلف الفطريات في أشكالها وأحجامها وألوانها. من أكثر الأمراض الشائعة للفطريات مرض القدم الرياضي. ليش هون بيسيبهم أحيانا رياضيين هذا النوع من الفطريات؟ لأنه إحنا حكينا الفطريات تتكاثر بالبيئة اللي فيها حرارة ورطوبة، فلما تضلوا لابس البوت الخاص الرياضيين يضلوا لابسين البوت، فهذا البوت بيعطيهم حرارة ورطوبة بهيئ إلى نمو الفطريات في هاي المناطق. ما الفرق بين النباتات والفطريات؟ النباتات تتكون خلاياها من مادة السليلوز وتصنع غذائها نفسها بنفسها، أما الفطريات خلاياها تتكون من مادة الألكتين وتتغذى على الغير ولا تصنع غذائها بنفسها. صنفت الفطريات اعتمادا على نمط التغذية إلى الفطريات الرمية والفطريات التكافلية. الفطريات الرمية تحصل على غذائها من خلال تحليل بقايا الجثث مثل فطر المشروم، أما الفطريات التكافلية تتغذى بعضها على ما تنتجه الطحالب الخضراء من غذاء، ثم يقوم الفطر بامتصاص الماء والأملاح ليمكن الطحلب من تصنيع الغذاء بعملية البناء الضوئي مثل الأشناط. عندنا الفطريات التطفلية. يرتبط هذا النوع من الفطريات بعلاقات مع الإنسان والحيوان والنبات، بتحسيه زي متطفل على الإنسان والحيوان، بيسبب المرض. ومن الأمثلة على الأمراض اللي بيسببها سعفة الرأس وسعفة الأظافر. يوجد أنواع كثيرة من الفطريات لها علاقة مباشرة بالإنسان ولها فوائد. عندك فطر المشروم والكمأ بشكله غذاء مفيد للإنسان. فطر الخميرة تستخدم في صنع عدة أنواع من الأطعمة، أحيانا بيستخدموه في صنع الخبز. فطر البنسيليوم يستخدم كمضاد حيوي للقضاء على البكتيريا المسببة للأمراض، يعني بينتجوا من فطر البنسيليوم مضادات حيوية للأدوية. مملكة الطلائعيات. مملكة الطلائعيات هي عبارة عن حقيقة النواة، إما أن تكون ذات التغذية ولا تستطيع الحركة كالنباتات، وإما غير ذاتية التغذية ولا تصنع غذائها بنفسها وتتحرك كالحيوانات والإنسان. تضم مملكة الطلائعيات كائنات وحيدة الخلية وعديدة الخلايا. اعتمد العلماء في تصنيفها بناء على المادة الوراثية مثل الطحالب والأوليات. نتكلم عن الطحالب. هي عبارة عن ذاتية التغذية مفيدة للإنسان، يغذى على بعض أنواعها ويستخلص بعض المركبات منها لتصنيع مكملات غذائية. تستخدم لأغراض علاجية كصناعة قوالب الأسنان. أما الأوليات هي غير ذاتية التغذية، بعضها يسبب المرض للإنسان مثل مرض الأميبا الذي يسبب مرض الزهار الأميبي. عندنا هنا بعض الصور على الأوليات اللي هي البراميسيوم، الأميبا، يوغلينا. أما الطحالب أيضا لاحظوا معنا هنا صور للطحالب. أمامكم مجموعة من الأسئلة من مراجعة الدرس، أتمنى أنكم تحلوها وترسلوا لي إياها. يعطيكم العافية طلاب الصف السابع.